على مده على طول 15 كيلومتر ما هم حاجز رمزي. هذا خلق له تاكل نهائي نظرا للبناء ميناء نواكشوط. خلق ترسبات شمال الميناء ونتيجه للترسبات خلق تاكل للرمال والحاجز الرملي جنوب الميناء. وبالتالي بقى ما تلات هم نقاط ضعف لان المنطقه كامله من نقطه ضعف. يعني ما قصدي به نخلع نواكشوط لانه مع هذا كامل بلادنا والله المنطقه اللي احنا فيها ما هي معرضه لمخاطر فيضانات كبيره. انت اللي قال عنها انها تسكلون. ايه ما هم احتمال لانهم يعودوا مثلا تسونامي لان ما فيها ما هي منطقه فيها ما فيها ما تعرف ما هي مصنفه اصلا بالعلم ما هي مصنفه. وثانيا لانها منطقه ايضا بس احنا بس منخفضه ولو خلق فيها تسربات مائيه ديك التسربات هي تقول لا في حد ذاتها تسربات مائيه ولا هي يعمر تسيها ليتير نفسهم يعمر تسوها وبالتالي ما عندها تاثير كبير. عندنا مكالمه نعود نرسلكم عندنا مكالمه تفضل عليسا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اذا ما قال الشيخ درباس بخير من نواكشوط. تفضل. ايش كذا يا موسى؟ عنوان الحلقه؟ لا لا احنا نتكلم عن هذا الحاجز الرملي والما لا 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 الواقي مدينه نواكشوط. نعم نتكلم عن اذا الاخير اتصلت للضيوف لياك تفهم الموضوع وتعود تعاود الاتصال. كنت نقول ان هذا كامل مازال مدارك كيف قال الاخ الافضل قبيله اهم مسائل نقدروا نتفاداهم اياك ان نخفضوا من المخاطر تفاداوا بناء منشات جديده للحاجز الرملي وبناء والله تعمير المناطق اللي متعرضه اللي موجوده تحت مستوى البحر اللي نعرضون جزء كبير من مناطقه خاصه المناطق اللي الجنوبيه موجوده تحت مستوى البحر نتفاداوا نبنوا فيه نعمره معناها نبنوا فيه منشات اقتصاديه ولا منشات سكنيه ونتفاداو ايضا نبنوا كاع للحاجز الرملي لان اللي بنينا الحاجز الرملي يعود هو متعرض وهو ايضا يعرض لان يبنى تحت الدراسه يعني نقبل مكالمه على ضوء الدراسه يبنى على ضوء الدراسه. تفضل عبد الله تفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام تفضل. عينك على عينك على المياه الجوفيه اللي لا هي 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 هي, هي, هي قريب هي هي يمكن نتكلم عنها ضركة هي يمكن نتكلم عنها ضركة مسيو باب يمكن نتكلم عنها ضرك واذكرها اذكرها كتحدي هي زاد مولي زي ذاك يدوروا يشرحوا لك ذيك القضيه كامله ضرك ان شاء الله. هذا اللي قال الاخ اللي قال له ناب فرياتيك دا نواكشوط معناها المياه الجوفيه مشكلتها انها متصله مع البحر والبحر ظروف طبيعيه يرتفع مستواه مرتين في النهار ويرتفع ايضا مثلا بشكل دوري في الشهر نظرا للمد والجزر وبالتالي نظرا للاتصال بيناتهم اللي يرتفع مستوى البحر نظرا للارتفاعات ارتفاعات طبيعيه والله ارتفاعات خلينا تخلق له ما هي طبيعيه ترتفع هي وبالتالي منسوب هاي المياه الجوفيه يرتفع اذا لين يجهروا قد الله والماء قريب وقد هو من نفسه قاعد يعفل لي بعض الاحيان وإذا يجعلوا إلى أنه وقته طالع هو ما هو دائما طالع غير الأوقات اللي طالع فيهم إلى يخلط معه مثلا كميات مطارية كبيرة والله فيضانات بحرية لأن هذا فعلا يجعل عوامل فيضانات أكثر حدة من الأوقات العادية. إذا مدير هو قط قالوا لي هون فنيين بعد أن قاعد إياك نطمئن أمور المواطنين بعد أن مخاطر البحر لابد من تضافر عدة عوامل بعد قاعد
لياك لبولا نعود مد واتجاه المد واتجاه الرياح والشمس والقمر عموديين على البحر شمل العوامل المجتمعه حد بعد قاعد يعود فم حد فم يعود خطر ولا تجتمع اصلا يكون نادرا شنو هي المخاطر شفت هو شفت خارجين مسلتين هون ميال دائما عن نتكلم ببعض المصطلحات اللي فقط من الوقت لابد يخلق تصنيف للترمينولوجي نتكلم عنها شفت خارج شيء قالوا تسيير الشاطئ لا جيستيون دي ليتورال لا ميناجمون دي ليتورال هذه نوسيون مفاهيم تسيير اللي قالوا الشاطئ وخارج شيء قالوا تسيير الاقطار واستشرافها والعمل على الـ على الـ على, الـ على ايجاد استجابه للاقطار وعلى كل حال نحن هون فما ستين نبقى دائما تنفرق بيناتهم المساله القائمه بالنظر للمشاهدات مع عند ميناء الصداقه على المنطقه الشماليه هذه قضيه فيها ثغرات وهي ثغرات هي ثغرات موجوده ومعروف عددها وكارتوغرافيه وهي ثغرات بالتاكيد عنها تعطي فكرة عن 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 هذا ما هي الوضعية اللي يلا يعود لها الحاجز يقهر هي عبارة عن ثغرات مناطق ضعف دي سكنا بلي بريش ومنطقة جنوبية اللي تكلم عليها أحمد منطقة عندها خصائص وفعلا منطقة احنا نعتبر عنها تستدعي الاهتمام الكبير مدير عندنا مواطن من السنغال منطقة فيها انجراف متصل تفضل السلام عليكم ورحمة الله شيخنا تفضل مرحبا كيف حالك لباس أهلا بيك مرحبا تحية لكم الضيوف مرحبا أولا نختار توضيحات حقيقية عن قضية سلف حالية دائما تشد أخبارها ودائما من يخطب حلقات التلفزيون حول هذا الموضوع نختار توضيحات حقيقية بعض الخبراء تثبت أن والله بأتأكد أن البحر لا يوما ما لا بد من يعني بعد ذلك الحالة كان مرشوف نختار تقنيات من الخبراء ثانيا يعني التمويلات اللي تقبل الدولة القروض اللي هي قالت أول بعد الأول وهي تسمى المنار شوف اللي مدى عاصمة مهدد ويلا سبب تتسع جيد يا أخي نواصل سيد مدير متدخل ثار مسألة أنا كنت نختار إحنا دائما هذا شايعة دائما هي التقدير لكل شيء لين تخلق رواية عام الأول راح لوحدين قال جاتهم السلطات ورحلتهم البحر جاي هي ما هي خالقة ما هي بتأسس هي غير شايعة خلعت الناس نهار هون قالوا نهار هون قالوا من متوالي مارس تركبيد الماء عم على ذيك المنطقة والبحر وجه ما عنده قيمة عدل يعني يرتي الناس عن الآخر قريب ما فهم شي محكوم بليد القضية اللي نبقى نقول هون في هذا السياق وضع اللي عنها مثلا عادت على تنقال عن الدولة الموريتانية عندها سياسة اللي قالوا تسيير الشاطئ وعندها سياسة أيضا اللي قالوا تسيير الأخطار وعنها وزارة المكلفة بالبيع بوصفها الوزارة المكلفة بالشاطئ من ضمن 8 وزارات أخرى معنية بالمستوى الأول عندها سياسات شاطئية وهذه السياسات كانت فيها ثغرات والثغرات هي أساسا عبارة عن مسائل متعلقة بالتنسيق بين هذه الجهود العمومية كاملة واليوم فهم عندنا مجموعة من الأمور اللي نقدر نقول عنها معدتها دولة موريتانية وعنها تعطي توجه عن فهم شيء ينقام به على الأرض من ناحية سياسية ومن ناحية عملية فم موريتانيا اليوم هي الدولة الوحيدة في غرب أفريقيا اللي عندها قانون خاص بالشاطئ عندنا قانون اللي هو قانون 2007-037 عندنا وعندنا مراسيمه وقعت ابتداء من